لا 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 لا، وسام تيكت بعد ما اعلن الحرب على جوان مبارحة، اليوم وسام تيكت طلع واعلن الحرب على ريدر وياسمين. يب، على ريدر وياسمين. اللي ما يعرف شنو القصه خلي اقول لكم اياها. الكل يعرف انه ريدر وياسمين راح ينزلون اغنيه بمناسبه وصول قناه ياسمين ل 4 مليون مشترك، وكثير ناس طلعوا اشاعات انه هذه الاغنيه راح تكون ديستراك على وسام. وسام شكله سمع بالموضوع فحب انه يمنع هذا الشيء او يلغي او يمسح قناه ياسمين. يب، ليش اقول هذا الكلام؟ لانه وسام تيكت ضرب قناه ياسمين سترايك اليوم. واللي ما يعرف شو عن سترايك، سترايك اذا حصل على يوتيوبر 3 مرات تنمسح قناته. اللي يسأل انه وسام تيكت شلون قدر يسوي هذا الشيء، اللي يتذكر لما طلعت ياسمين من فريق فافانابولي، بوكيتها قالت انه السبب اللي خلاه او واحد من الاسباب اللي خلاها تطلع من فريق فافانابولي انه كان ينزلون مقاطع عن ردات الفعل بدون ما تعرف على قناه صغيره، علشان يضمنون اذا طلعت من الفريق يضربوها سترايك ويضمنون بقائها يعني. وللاسف هذا الشيء صار اليوم، بحيث انطوا قناه ياسمين سترايكين اليوم، والحمد لله ما ضربوها الثالث، لانه لو ضربها الثالث كان راح تنمسح القناة على الكامل. طبعا الكل حاليا دي يسأل شنو كان رد ياسمين وريدر. طبعا رد ياسمين وريدر طلعوا بيت مباشر قبل شوية، راح احط لكم جزء من عنده. طبعا هو كان شوية طويل، راح احط لكم كاملة بقناتي الثانية ولكن بعد ساعة، فشوفوا حاليا الجزء من عنده اللي هو طبعا اهم جزء حطيت لكم اياه، اللي تكلموا بيه على ياسمين وعلى تكلموا بيه على وسام، فخليكم شوفوا وبس. والله هذا نجاح، انت لازم تتعودين على هالشيء، لأنه هو الإنسان الناجح. ما زعلت طبعاً على أكيد. فكرة طبعاً وحياة الله انبسطت، ما زعلت لأنه تأكدت أنه أنا أدي شغلة بالهم وأدي هنن يا حرامك عم يراقبوا من بعيد لبعيد. هواي عالم ضايجة، كلش هواي. ومشان هيك أنا شلت مقاطع الرياكشن بس لبين ما نزل الغنية وهيك، مشان ما يرجعوا نعرف شو القصة يعني، قصص فيديوهات الرياكشن. من زمان حكيت لكم ليش أنه أحياناً بحذفهم يعني، مشان ما حدا يطير لي فيديوهات وما بعرف شو المشكلة. إذا انضربت القناة 3 سترايكات مع بعض، إنه 3 تحذيرات أو 3 يعني خلاص تتسكر القناة. فهنا كانوا ضاربين 2، شكلهم كانوا بدهم يضربوا الثالث، بس أنا شفت كل الفيديوهات الرياكشن يعني، الفيديوهات الثانية ما حدا بحق له. بس الصراحة التوقيت يعني التوقيت كلش ممتاز يعني، ما شاء الله على توقيتكم يعني. لا هن أساساً متابعين وعرفانين وعرفان يعني، شافوا راح تنزل فيديو كليب وفيديو كليب قوي وراح يضرب، فقالوا لك يلا خلينا. أنا كنت مخبرتكم من يوم الاثنين، مو الماضي اللي قبله، كنت مخبرتكم إنه في فيديو كليب وحنزل الفيديو كليب. قلت لكم وقتها إنه على الأغلب يوم الأحد ينزل، يوم الأربعاء ضربوا لي القناة يوم الأربعاء. تخيلوا يعني إنه توقيت واو. صراحة يعني كتير شي بضحك، كتير بضحكوا يعني. صراحة يعني أشوف هذا الشيء جبن وخوف، خوف من نجاح شخص يعني صراحة، لأنه الفيديو يعني كليب حاليا يعني شو بأثر عليكم؟ الفيديو كليب راح يكون شيء خرافي. بكل صراحة دا أحكي لكم طبعا أكيد، ولو أكو أي شيء سيء بالفيديو كليب كان قلت لكم، بس هم يعرفون هذا الشيء، يعرفون الفيديو كليب كلش راح يكون قوي يعني. الحمد لله حتى نحن وحياة الله حتى نحن ما توقعنا أبدا يطلع هيك الفيديو، ما توقعنا ابدا يعني. عن جد نحن حطينا كل طاقتنا وكل الشغلات اللي نحن متمنينها بهذا الفيديو كليب. انا يعني كنت من زمان بفكر اعمل غنية، لما صرت مليون كنت بفكر اعمل غنية، بس ما حدا دعمني بوقتها على المليونين على الثلاثة وياش للموت دعم، بس على 4 مليون قمت رجينا عملنا غنية بتجنن بحياة الله الصراحة يعني. أشوف أنقار على هيك عالم يعني، ما يحبوا النجاح الشخص ثاني غيره إنه ماكو أي سبب، ماكو أي سبب يخليك أنت تكره النجاح لغيرك يعني. بالعكس أنت لما تشوفنا غيرك ناجح، المفروض هذا الشيء يحفزك حتى أنت تصير أحسن. لا مثلا نحن بالأخص باليوتيوب يعني، هذا ما نو شغل واحد عمله مثلا، طبعا حسسوني كأنه هذا البزنس تبعه ونحن فتنا عليه بالغصب. لا، اليوتيوب منصة أي حدا بيقدر يفتح قناة وينزل فيديوهات ويعمل محتوى، ما أنا شغلك وجينا نحن عم نتعدى عليه يعني. ما أنه والله فكرتك أنت عملتها وأنت ساويتها ونحن سرقناها. لا، اليوتيوب منصة عالمية، مين ما بده بيعمل فيديوهات عليه، مين ما بده يعني، مين ما بده. إن شاء الله أبوي طبعا. إن شاء الله أمي، مين ما بده يعني. أنت عندك ما حدا عم ياخد شغل حدا. قديش في مشاهير بالسوشيال ميديا، على سناب شات، على إنستغرام، على تيك توك، مليان. ما حدا عم يتعدى على حدا، ما حدا يعني. ما انه هو صاير انه مو انه تنافس، مو اكثر صح، صير انه تنافس، مو انه والله نحن اخذين شغل حدا او متعدين على شغل حدا. لا، نافس غيرك، غير عن ما انه انت تحاول تكون سقط غيرك. منافسه شريفه يعني، مو انه مو هي المناسبه المنافسه يعني يلي والله بدي مدري شو.